اخي ابو علي، بس تحكي لنا قصه المسجد هذا. اخي هذا المسجد مسجد عبد الله سراج الدين. نعم. في حي كرم الجبل. اخي هذا المسجد دعمه ذاتي جدا، صار له هذا الجامع بتعمر 6 سنين 7 سنين، لا 6 لا 7 مشان ما يصير كذب، ما جاء دعم من الاوقاف. وش السبب ما جاء دعم؟ ما جاء دعم الاوقاف لانه هذا الجامع باسم عبد الله سراج الدين. عبد الله سراج الدين شيخ عالم سني شريف، له مهارات وله شغلات كويسه من ايام الاخوان المسلمين. طلبوا حافظ اسد وما راح لعنده، قالوا اللي بده الثاني بيجي لعنده. تم حياخدين من 30 سنه 40 سنه لهلا على الاقل الموقف هذا، حتى قصف له جيم او جيم عاد صلاه بتعمر 6 سنين ما جاء دعم من الاوقاف. الله اكبر. هذا دعم كله من الاهالي الفقراء، كل شهرين ثلاثه صح لهم مبلغ صغير يحطوه بقد جامع، حتى عمروا شوي فيه. اخر شيء جاء نظام الاسد الهمجي خرب الجامع. حسبنا الله ونعم. انتقم من الجامع. حسبنا الله. انتقم من الحجر وانتقم من عبد الله سراج الدين. والله بيرجع احلى من ذاك. وعبد الله سراج الدين مع العلم استاذ بالشريعه ومخرج مخرج علماء. الله يجزي عنك الخير. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله اكبر على كل ظالم. ان شاء الله ان شاء الله.